تحية السيسماعيل خويا كبير الهندي بخير كل شيء مزيان هذا هو هذاك مزيان الله يحفظك الحين العزري هذا الهندي الصغير منين الصغير اش من ديز قطلق لي كبير منك الله يحفظك كل شيء مزيان كل شيء مزيان كان الله يحفظك جد كبير احنا غاديين كبير راس ماي راس ماي كبير منك بخير وين الباطل كبير اخويا كبير شويه عليك مفاجأة جديدة الله دار وري اخويا قلنا غادي نجيو عند اسماعيل اخوان مرحبا بكم عند اسماعيل وتبخاي الهندي مرحبا الشاب الهندي راه غني على التعريف جهاد الواتزام وراه صاحبنا من قديم كان يعمر الحين نهضر ايوا عبد الرزاق الزيكا ايوا نجيبو لي التيسر القديم الله يحفظك خويا اللي عادوا واش تواضعوا معايا الدراوش هادو اللي كيجي هادو اللي كيجي عندي هما الدراوش صافي انا اللي جاي عندي وحبني والدرويش هادو كاين اسمعي بالي اخو كاين عندك الريحه اخويا انا اليوم وترى شويه ها شويه قلت لي كنطير ما تكنطير خويا اش غير شي تراب راه تشوف قدام الدار داخل تشوف الدار لا اله الا الله راه الحاله شويه شي تراب ديال قدام الدار الجار كان يقول لك يدير فهمت حتى السي مادي قالك اليوم غير ركب قالك جبت معايا الكيطوا اخويا مرحبا اجي من الساعه جا السروال السر مادي جاي يركو يركو شد على العرق لا راهي اليوم تو يركب اجي وريان غنركب ان شاء الله صافي غنركبك على عاد العاود باطال ما تخافش لا لا ان شاء الله ما وايلي يا هو سمع لي ايوا سمع لي سمع لي منين بركوسي ولا من الشرفه ولا منين براكسا المهم جاي اسمع راسك ضروري اخو اسماعيل تحيه السماع على كامل المكان من الطرف للطرف اخو اسماعيل الله يحفظك من الشورجه للطفول اخوان انتم كتشوفوا الاجواء ديال رمضان بو اسماعيل جينا عنده مرحبا انسان متواضع قلنا مرحبا بكم والف مرحبا مرحبا سيدي وجينا مع مهدي واتزم وبا خالد الهندي والاخوان اللي معنا هنايا الهندي الشاب الهندي مرحبا بك هشام اخويا هشام اطلق راسك مرحبا بك يا اخويا صايم صايم اخويا صايم ويلي والله حتى صايم وراه كاع صايمين وانت مالك ويلي مع الشيطان ولا راه كاع صايمين اطلق اطلق تسرح باقي الوقت باقي الوقت يلا ثلاثة ونص تبارك الله ابو اسماعيل الله يبارك فيك اخويا لاصين تبارك الله اخويا ولا على الجمهور اخويا ضروري 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 الله يبارك اخويا الله يبارك فيك اخويا ومرحبا بالحباب اخويا اللي جاو معانا اخويا تحيه المهدي تحيه اخويا الهندي صديق الهندي ولد الهندي كلش والحباب داخل المغرب وخارج المغرب والدراوش واش مبروك اخويا اسماعيل جا معاك رمضان اخويا رمضان زين والله الا اخويا قلت المهدي ان شاء الله الباك يا اخويا نمشيو نضربوا شي هضره عند اسماعيل مرحبا ودرتوا عليا مفاجاه نشوفوا المربط ونشوفوا الخويلات بزاف يمشوا لي الهندي ضروري ضروري فنان ديالنا حافظ برويطه خلي البرويطه امشي على البرويطه راك شعبي والله الا البرويطه راه كاين هو راه عندنا داير الميه حيقلب والغنم هاربه حيا الغنم السرديه واش داير اخويا اسماعيل دير الفم خويا هدر باهي تعال وري للجمهور اي شي رسق رباعي رباعي كاينش رباعي وهاد راعي رباعي وهاد راعي كاين شي حراره اخو اسماعيل كاين شي نجموه نمشيو قدامك مركوب اخو اسماعيل ركوب كاين باقي على البارود ما سامعوش ما سامعش كاين لا مواسم لا والو القوايم اخويا الحافر انا باش كتعجبك يقول لك اللي بغى يتعافر وشوف الحوافر بيبسي عندو البنو ديال التوارب ديال الرونج راه شنو بداش عاد الرونج بحال الكوافر يا الحافر تبارك الله دينا اخويا اسمع ولنا انا شويه مرحبا مرحبا ولا الناس كامل مرحبا اخويا داخل ارض الوطن هو اللي بغى يجي اسماعيل مرحبا به هذه هي الضيعه ديال اسماعيل اسماعيل درويش درويش وباغي يعيش زيد تبارك الله اخوان جد عزرك حميري رباعي راه غادي لا ماشي حميري راه الكعاب كحلين عارف كحل يكسر الجمهور سير اخويا اسمع هذا اللون في لونه ياك ما يبدلش اللون ما يكرمس ما يدير حتى لعبه ياك هاد اللون كيبقى في لونه كيما الشيء كيما يبقى سبحان الله تحيه الناس اللي كي كيكسبوه تحيه الناس ديال الجزائر سبحان الله شي ترابي في هو مال ياك وجيت من مورا اخويا احمد مشيت تبارك الله عبر العلو العلوات كلها جاي الشاي مال جي
كاين كاين اخويا العلو كاين. مازال يزيد اسماعيل دابا هذاك؟ مازال يزيد في العلو، يزيد في الزين، يزيد في كل شيء. قد ما عطيتي يعطي. غير بحال واحد الدريري ديتيه للمدرسه، علاش ما قريتي غادي يقرا؟ علاش ما قريتي؟ حبس الباك يبقى عند الباك، زاد من فوق الباك راه شي هذا يزيد. قلت له ترافقتي معاه وتصاحبتي معاه. عطاك شي حاجه سبعين ولا والو؟ لا عطاه ماده، ما نعمرو شي حاجه ديال الكذوب. حنا غادي يجي عندنا الاخوان نعمرو معاهم التجاره وش الكاتبه. فهمتي؟ تبارك الله. اش مالك اخويا؟ مليحه سمعتك. اقول كلمه الحق راك سمعني. اللهم بارك الخير. تحيه للهندي راه سمعني وتحيه للسماعله. راه حنا شارينو من عند السماعله، ما نقولوش مولدينو. يديروش خدمه هذوك القدابه. تحيه لدوك القدابه اللي ولاو يكذبوا على الخير، راه كلشي عاق، كلشي تفرش. ماشي عاد عاود ديالك تركب عليه يدير البوزيت ولا تقول لهم ولدوا. تحيه للسماعله وبني يخلف. هما اللي كيولدوا الخيل المليحه. تيقول لكم ربع سنين، ربع سنين في العمر ديالو. باقي ما كملهاش. باقي ما كملهاش. ما عندوش الوراق. لا ما عندوش الوراق. تيقول لكم باقي على الله. لا عطيني لكن على اللي عطاه مده، فهمتي؟ شحال السومة؟ اللي عندنا وتواضع معنا وبرك معنا الارض غنبيعو ونشرو معاه. هذاك الشنيت اللي كاين. قاطعينو ب 11 مليون. تبارك الله. مش عطاك اخويا اسماعيل؟ عطيني 7700. 7700. خاود ما عامرش. واد 11 اخويا واش فيها زعما شويه ديال المروه ولا والو؟ كنا مناقشه ولا والو؟ اللي جاوب اشترى معانا وتواجد معانا النيه نقضيو مع الغار، هذا هو اللي جينا. الله يسخ. اللي باغي يعمر معانا المعقول، تحيه الناس اللي كتعمر المعقول. دوك اللي كيعمروا ويبركوا في القهوه ويبقوا يتريقلوا على الرجاله، راه ما خدمه ما والو. حيت عرفتي علاش ما خدمه ما والو؟ كتشد الويفي من القهوه وكتبقى جالس كتضحك على الرجاله، ماشي رجله. تحيه لدوك اللي قاعد يحكوا علينا، راه قاع عقنا بيكم. اودي كاينين ناس ناس وكاينين شي ناس بحال الماس من مدى السي معطوك. فين ما حطيتي كيتقيسك المنشار. سمعي كتركب اخوياك؟ كركب اخويا بيلوط ياك؟ كركب في السوق، كنركب في المواسم، ولكن الله يجعل البركه. صراحه الامنيه ديالي بغيت نشوف كتركب. وانا دابا اللي ركبت خاصني نركب مع شيوخ. اش نركب مع تجي اللي دابا بحسن على ودني؟ لا بغينا كي خاصني نركب مع الناس اللي فيهم احترام كاين تقدير. كاين انا في السوق ما نركبش، ما بقاش مع مغازل. كنت كنركب مع سي محمد العزوا وعثمان، فهمت؟ دراها هنا في الكفاف، كنت كنركب هنا في واد بجاج. ولكن دابا بغيت تركب مع الدراري ديال السوق راه السلامة. بصح سال ضارب الحربوش وكتبان له طيحة أحسن منك أنت راكب على الهوا. وسال في الجامع أخي إسماعيل. شنو؟ أنت ويلي راه كناك سال حنا في كل شيء. خا ما يكون حتى واحد. أنتم الإخوان كتشوفوا العقال. العقال ها. والعقال ها ماشي يجي يتبعك. أنتم. سير. هات العقالة اللي فرحت فيه الجمهور، أي واحد من الجمهور عندك هات شوف العقالة. هات القرانطي، القرانطي الشيء هات ورايا أنا. أيوه عرب. أيوه وعب أنت بركوسي وخيم. حلويا يا دياب قال لك نخدموا الخيل، راه الخيل كتخدم الراس ها. اي كاين لا ضرب لا والو. اسمعي اش الهضره الخاويه والقرانطي، عرفت شنو هي القرانطي؟ هنا كاين القرانطي، كاين القرانطي. حاج دعوة هذا اللي مشيناه قدامكم. ايوا وتحية للحباب والصحاب كاملين داخل المغرب وخارج المغرب والناس ديال الغربة، وتحية لولاد عبدون بصفة عامة العمامرة كاملين اسري واحد بواحد. الله يبارك اخويا اسماعيل. تبارك الله. هذا عاود خر. شنو عنده اسماعيل؟ هذا عنده 5 سنوات. تعالوا وري الجمهور راه كاع الناس ولات. شي 6 سنين الناس راه كاع كتعرف كاع كلشي كيركب الحمد لله.
العقاله والساله وكلشي كلشي دير اخويا دهم ولا برقي محروق هذا؟ لا دهم هذا راه عشم عندنا شويه قبيحه. دهم ها تشوف جالي في الدار تحت الشعر. كاينه كاينه اخي اسماعيل الله يبارك اخوانا انتم كتشوفوا اسماعيل عنده عود دهم ما عندوش الوراق عود زين عود زين ديال الدروش ديال الدروش لا عود من الخيل الاولى ما عالي بزاف فهمتي فهمتك على قد العبار فهمتك وراه فيه الشروط في الركوب والسالي يركب على در صغير فيه شي ترابي زوينه اسماعيل انا غادي قدامك وحكم على راه حكم على على راسي سير اخويا انطلق انطلق سير عاوده ايوا هي 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 تم كلش كلش تما غير تسمع كلشي تما عاوده اخو اسماعيل عاوده هذيك اسماعيل من تما اسماعيل من تم جبد حميدة حميدة بطيخته وجمع الزينة وخا ما جيشوش تحية لجواد إدريسي تحية لنا الزلوات جواد إدريسي فكرتيني لا فيه ودبر الحاج معطي إيوا وغرف لك الهند يا خويا أنا خويا يسير تسير إيوا هي إيوا زينة أنا خويا الهند تحية لعخال تبارك الله اخو اسماعيل كيما يدير اخو هذا هو الحاضر اخو احنا راه غير نبيعو نشربو ما غنبيعو نقول لك ربينا ولا ولدنا ربينا ولا جالينا كنشرو القاص كنشرو خير زوينه نبيعو الناس نسيبو ما نبيعو كاين كاين عاود كنسولو كحمر لك واش مع الناس كتحابش معاك عطيني شي حاجه اسماعيل فهاد ولا والو عطوني اخويا مليون و80 دخلت السوق والرمضان عطوني فيه مليون و80 ياك قاطع بجوج ملايين ما نكذب تبارك الله في الشروط كامله الصلاح كامله العقاله كل شيء الشهر كاين اخو اسماعيل اخوان اللي بغى عود صراحه كارانتي بالكارانتي كنبيعو نشري معاك بالكارانتي العيب ما كنشريو ما كنبيعو ما كنحضرو فيه فهمتيني اللي كيبيعو الديفو حضرو في الديفو راه مابقاوش كيتصوفو اي واحد سيد خل شي ميدان وبانو غبا عارفين راه ما كانش مصفي كاين اخو اسماعيل هذا ميساج لاي واحد تحية للحريفية القدام الرجال اللي دازوا في الحرفة عندهم في الدم سير اخويا قطع بيس الثالثة ابو اسماعيل الله الحاضر الحاضر اخويا جينا اخويا لقينا الحاضر الله يبارك اخويا هذا رباعي جدحار اخويا جدحار رباعي في الخدمة راه باقي جديد ولكن راه مقود وكل شيء تعال وري الجمهور شاه ركوب ركوب من الجم كل شيء كيتلجم ولا لا؟ كيتلجم كل شيء يمشي ويجي باقي خاصة شوية دخل وسط الخيط شكدي لي القيادة ابو اسماعيل اخويا انا راك عارف فاهم كتقيد كنت تعلم التشويرة عارف شو التشويرة يا ما كاين لا التشويرة لا والو ولع ولع سير 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 تبارك الله اخوانا انتم كتشوفوا جد عندهم الشمس راه خايبة راك عارف انت راك جيت شحال مرة الوطزم ما بعيش وطزم على خريج سير ديرني شي مشي اسمع عليه عاوتاني سميتو مرحبا ولا عندنا نشوفوا العود من اللور ومن القدام وكل شيء هادي هي زيد هي سمعي كيف كيجيك رمضان اخو الاجواء رمضان مع الخيل والله زوينه Yeah. والله الا بيه خير برعين الحمد لله كنوض الصباح بكري نعطيو البيان ماكله كلشي نعقبو نرتاحو ثاني من الوحده ديال العصر كويس ونوضو نشقاو مع البينات تيحلو الفطور
تكون الاولى يا خويا، ما كيكون ما كاين ما يدار السوق كيكون ناعس. لا ما نمشيش انا السوق، انا السوق خاطيني، كنقول ان شاء الله غنمشي نهار الاربعاء، انا ما عمري مشيت السوق هذا رمضان كاع نهار غنمشي، ولكن كاين ما يدار. انا مشيت السوق لما حد درتيش غضارب دابا شويه حقا دابا اسماعيل، دابا من مرة عيد ان شاء الله غادي تحرك التجاره شويه ديال الخير ولا ضروري ان شاء الله ضروري، غادي يكونوا مباراه، غادي يكونوا موسم. الله يسهل على الجميع بعدا، هاد الناس اللي باقيين صحاب مباراه اللي ما دازوش الله يسهل عليهم، وغادي يكونوا مويسمات ان شاء الله. غادي يكون الهدف ديال فاسيز، الجمعه ديال فاسيز عندنا ما بين واد زم وخريبقه، كاين ديال الفقيه بن صالح ديال ولاد نزاع، غادي يكون ديال واد زم ان شاء الله. راه سمعت قال لي شنو باغي يديروه. اسماعيل دابا انت اخويا فاش كتبغي تشري شي عود في السوق، شنو هما الحوايج اللي كتركز عليهم اخويا في البهيمه؟ تركز اول حاجه الفم، فر ديال الفم فهمتي؟ اها والعينين والرجلين البنوات كما كنقولوا، الطاره ديال البنوات كتشوف العود والصافين الرجلي ولا لا، بحال واحد الطوموبيل الا كانوا عند البنوات مخالفين كي كدير في الطريق كتلقى هرول. ها راك كواك العود، الا كان فيه الديفو راه كيكون فيه من الرجلين كتشوف، يعني كتشوف الفم وتشوف العينين. يقول لك شري قلب، تشوف الفم العينين الرجلين. ها الرجلين والطاره ديال الحجم ديال العود. حجم راه كاينين احجام وما كاين صوره. الشوفه والشوفه راني نجي الشوفه بعده، الشوفه في العود بعده، الحجم بعده، الطاره كما كنقولوا الطاره هي زعما الوزن ديالو، الطول والعرض والقيمه ديالو فهمتي. والشكل، اللون ثاني، اللون كيلعب دور، الفم كيلعب دور، الركوب والمعامله ديال الانسان حتى مولا كتلعب دور. كاين شي بهايم راه كيبيعوا من هنا موالي مع بالاداب والصوم، ما كتحسش بالبيع والشراء وقتاش داز فهمتي. صح صح، ما على بالوش تي شي حاجه، وكيبغيو يتعاونوا مع الدراوش، وتحيه للدراوش. كنبغي ندير واحد التحيه راه عند الراجل في ما كيجيب بهايم، والله خويا لا كيبرعني كيصبر معايا بزاف، تحيه لاحمد الرافيعي ولاد يوسف خيمه الكبيره، وجهه ديال بني ملال كامله بصفه عامه، وسي محمد الكازولي الراجل الزين، الراجل الشاعر اللي كيدوي على موالي الخيل، ودوي على الحريفيه موالي الخيل، هما اللي بقى باش دير الخاتمه وبسلامه والسلامه. اول عاود باغي يتعلم ولا معلم هو؟ لا باغي يتعلم، باغي يتعلم يشري عاود جامع، يشري عاود بحال كيما كنقولوا سياره التعليم. عاود فيه الشروط ديال الركوب، دايز المواسم، دايز مع الناس، العاود راه هو كيولي عنده واحد الصوره سبحان الله، كيحس بالانسان اللي معلم عليه واللي باغي يتعلم عليه كيتصاحب معاه. والعاود تصاحب معاه فهمتيني، العاود تيجي عنده وعطيتي الماكله راه كيولي حنحن عليك في اي وقت يجي عندك. هذاك ديما كيبقى ملاكي، كيبقى عريس الخير. ياه العاود صفر العربية تابع بيض شي حاجه، يا سلام. ولكن ماشي في الصفر في هذا في هذا الحجم، الصفر يكون فيه هذه الصوره وتكون فيه العطاي والجمال والزين المحرف. كيما تحيه الناس ديال وجده ديال الجزائر كيموجوا على الزرقاء فهمتي، بحال هكاك تكون صوره في الصوره ديال الخيول، صوره ديال الخيول. دابا المشكل اللي عندنا حنا كالسابق كيقاولبونا حنا حريفيه. انا غنقولها لك ويضحك عليا اي جمهور، كالساب كيبيع لك عاود وكيتخلص ويزيد، وحريفي لا باع لك عاود حتى في الميتله حتى كتعرف السواق كاملين. لا باع عاود وما صدقش خدام اش كيديروا لي؟ كيردوا لي. كيردوا والله ما جاش للسوق، اشنو اش كيولي واقع؟ عاود التليفونات والبالوخ وعلينا السوق ودار فهمتي، حنا ما كنقدروش. كالساب انا قاولبوني شحال من مره، واحد باع لي عاود دار لي صبعي ها هو فهمتي، واحد باع لي عاود خدام ما صدقش خدام فهمتيني، واحد باع لي عاود ضاره وما صدقش ضاره بالورقه، وراني داير معاه غندوز معاه في القضاء ياك داعي فهمتيني، باع لي العوده في السد المليل والورقه ديالها ديال الضرار والورقه مزوره والعوده ما صدقش ضاره، تقبل انت هادي. ومن نهار ما جاش للسوق والله ما جا. هذا راه كاين في ميسور، اسحب ميسور بعيده راه قريبه، ولكن النهار غتجي اخويا غادي يفك بينه وبينك القضاء، الدوله اللي غتحكم، حيت حنا دايرين القانون ديالنا، جرينا الاجراءات ديالنا، حتعيطنا عليكم واجي دير معنا حتى حل، حتعرفتي شنو هو الحل، حيت هذيك الورقه هي اللي كطبق عليه واش ضاره ولا ما ضاراش، العوده ضل الورقه ديال لاصوريك. اسماعيل فاش لقيتيها ما ضاراش فاش حسيتي يا خويا؟ حسيت بالشمشه، عرفتي السات المليل فات الصيه، ربيع عرقه بشهر 12، وقعدت عندي اخويا شهرين، تحيه الناس اللي بعتها ليهم الله يعمرها دار، بعتها لعبد الله ميرزا، غادي يتفرج وغادي يكتب لك وغادي يقول لك كلشي اللي كاين، عبد الله والدراري صحابه جمال والدراري كاملين الاخوان، وداو العوده وداروا لها التلفازه ما صدقتش ضاره، وخلاو العوده عندهم في الدار، وجاو عندي السوق السبت ديال 16، وقال لي يا خويا العوده ربعنا وشرينا عليها ضاره، ودابا راه ما ضاراش،
غدير معانا التجار تقص لينا ونشدوا العوده نعاونوك حنا ب 5000 درهم ودي عاودتك. حنا قال لي بعنا وشرينا معاك شو الرج ديالك يديري وبالستره وبالاداب فهمتي. وقال لك اخويا ها الورقه ديال الطبيب بلا ما ضراش وعيطوا للطبيب وكل شيء هذاك الشيء مطبق قانوني راه كاتبين عليه كل شيء. حتى دابا انا عندي الشهود ديال هذوك الناس كانوا مشروكين معايا في العوده هما اربعه بالله حاضرين شريناها بالله ضاره اربعه الناس واربعه الحريريه يا حسره. قول بهم واحد جا من ميسور باع العوده تخلص زاد وما بقاش جال السوق ومن عيطنا عليه قال لك ما عندي ما ندير ولكن ديار هذيك الورقه كنا ما كايناش هذيك الورقه عاطينا نديرها لينا في الكتاب بالله راه ضاره وما صدقش دار كي غدير. ولكن الناس اللي بعنا لهم الله يعمرها دار الله يعمرها دار ناس يهم تجاره وفيهم الطرق ديال الخير. اسمعي شنو بالنسبه للعوده فاش كتزاد اخويا شنو من الحوايج كديروا العوده فاش كتزاد مثلا عندنا شي جدع ولا شي جدع شي طقوس شي تقاليد شي كذا شي طقوس شي تقاليد شي تقاليد خويا الشم انا في الفقيه بن صالح حنا شد العوده كيحجبوها سبع ايام كيقول لك ولدي جدعه ولا جدع باش نعطيك شي خبره انا ما غنعطيك ما غنطيح نكذب عليك ما نطيح غنقول لك انا اللي كنعيش وانا كنعيش على الواقع وغنقول الواقع ما غنطيحش ندير لك شي حاجه نجبد لك ونطيح داود. هاد الهضره راه تابعه ناس كتشوفنا وكلشي تحيه للكبير والصغير. سمعي شنو كتفضل اخويا عود مليح ولا طوموبيل مليح برويطه مليح؟ لا انا ضد هذيك الفكره هادشيني عاود دير على السناح دخل المدينه البلاصه اللي فيها ممنوع دوزان العود غدوز ويقدموك يساعدك بوليسي شرطي جدارمي اي حاجه تصنع عود بلاصه ممنوع تلبس على عود لبس ديالو حقيقي السناح التماك الجلابه المكعله كيقول لك بسم الله دوز طونوبيل واخا تشريها ما غادي يعطيك حتى واحد عليها قيمه هي كتعطي المولاها قيمه اللي راكب عليها فهمتي. ولكن فاش كدوز لا عاود لا داز عفقاوم كلشي كينوض تبارك الله تبارك الله تبارك الله فهمتي. كان واحد الوقت الحديد عنده قيمه بزاف ولكن الحمد لله دابا كلشي ولا راكب على الحديد كلشي ولا برا داولة دافع الله يخلف على الالمان تحيه للالمان تحيه للناس ديال اوروبا شي ديكاس الناس ديال الحباب ديال اوروبا اسمعي اخويا كاملين اللي ما جبدتوش اسمح لي الناس ديال الغربه كاملين راه عندك شي ناس متابعين صحابي راه ما عندك في الصفحه تحيه لي واحد بواحد حسن هذاك صاحبي ديال الميريكان راه من المتبع عندك هو وليداته وراشيد بن الشيب الدري ديال كازا من المتبعين عندك فهمتيني والدراري ديال بني خلف راه عندك متبعين صحابي بزاف تحيه لي واحد بواحد والله. اش بان لك الشاب الهندي واش مبلي ولا مبليش؟ وبلي وبلي تعال اخويا الهندي دابا المشكل اللي في الامر هو بلي وسمع لي دابا واش هو سمع لي وما يكونش بلي ما يكونش يركب راه وعر السماعه عندهم تاريخ والله اخويا لا تاريخ عندهم بصمه في الركوبه هذه كنفتخر بها والناس كيدخلوا اي جهه ديال المباراه كتصيف فيها شي واحد من السماعه على من واتزم في لاكارت ديالو واتزم ومشونجينو ليه تحيه علاش؟ حيت كاينين السماعه على قتاله في البارود حيت السماعه راه من المستعمرين ليها. دابا اسمعي بشحال من واحد يقول كيفاش الشوكه شرح لنا شنو هي الشوكه كيقول دقات فيها الشوكه البليه دابا البلية حب دابا هو الشاب الهندي فنان كبير هو دقش فيه البلا ديال الخيط ولكن سمع له كيرجع للاصل دابا الاصل ديالو شنو هو الاصل دابا الاصل ديالك قد ما كبرتي كترجع للاصل ديالك صح علاش كيقول لك اللي ركب ينزل واللي سمن ينزل ركبتي فوق العود غتنزل وقد ما على القمه ديالك غتنزل كاينه حاجه نوصيك تهلا في الوالدين وعطيها واحد القيمه زوينه والتواضع للجميع بحال دابا خويا الهندي شحال من واحد غادي يشوفه من بعيد ويقول له مو فيها تكبر تكبر تبطع الهندي ترابرجني الرجال هو جا عندنا ورمضان وحبنا وسبحان الله ما كاينش بعد ها هو تزام اخرين غير حنا خوت الحمد لله. خويا خالد واش حسيت يا خويا هذا النهار هذا مع با اسماعيل النهار زوين قسما بالله ما حسيناش به كاع ما حسيناش كاع بالنهار هو قريب يودي ولكن غير درتو لها فوش معايا كنتو تجيو عندي تفطروا معايا الاخوان هاد الناس راه جاو عندي دابا راه غادي يكون قريب يود العصر ما بغاوش يفطروا عندي ما فهمتهم علاش هاد الناس انا هذا هو المره الجايه بو اسماعيل والمره الجايه اجيو مرحبا بكم خوكم انا راه شوف انا واش دابا البلاصه عرفناها اخو اسماعيل واشوف مرحبا بكم البلاصه عرفناها مرحبا بكم ايوا جينا شفناك هذا هو الربع مرحبا باي واحد تاخي المغرب وخارج المغرب والناس ديال اوروبا كاملين فهمتي المتابعين اللي عند خويا الهندي المتابعين اللي عندك المتابعين اللي عند اسماعيل واخا ما دايرش التقانه وفي المدرس داير كيقولوا يا راك داير القانه وتحيه لدوك اللي الحضيه ها هو مول الديسك اللي غناه انها ليكم والحضيه راه ديالكم الحضيه ديالكم والبلاد خليناها ليكم والرجله قالوا ديناها ليكم فهمت اقرا وتشجر لكن تيكوسا اقرا وتشجر غتخرج خاصك تكون كتاب اخو كتكتب
والله اخويا لهاد المغرب تاخر بنفسك عيطي شحال مالك يقول لي واش كتكتب ياك حق الله العظيم والله ما كنكتب زعما هذاك الجمال اللي كتقول انا كلام اللي حتو عيط لي هذاك عادي المذكور شي حي لي الفنان والله شي عادي النمرو كيدوي معايا لي قال لي واش كتكتب اسماعيل قلت له لا قال لي هذاك الديسك ديال التحاضين وربي عاطيني غير نغني قلت له خذ راحتك وفعلا غناه وجا شي عاد اخر مساخر بهم انا سمع على مدرسه ماشي حق قعدت معايا والله عندهم تاريخ عندهم بصمه سمع لنا دابا شو على المبارك يدخلوا مع 8 السربات ولا 7 المبارك يدوزوا في القيم الصالح هذه كتطلع من واتزم حنا الجهه ديالنا ديال الخريبقه كيطلعوا 3 من هنا ولا 4 ديما كيكملوا 12 ولا 13 ديما في القيم الصالح حيت كاينين الناس بليين كيركبوا وكاينه الفلوس هنا وكاين الخلاص هنا عاود ب 40 مليون في السوق كيتخلص كاش في البلاصه في البلاصه ب 20 ما كنفتاخرش راك جيتي وحضرتي 10 من الليل 11 12 وانتم عندكم في خميسات تاع هي الناس خميسات مليون وباغي في الشروط اش من شروط نعطيك انا نعطيك جو طابل شربوا له سالي ساعتك تلاقى معاه لا وكي مسكين دروج ديك مليون ما جا معاه ب 66 كشيف اخويا ديك مليون مسكين ما جا معاه ب 66 كشيف لا انا تاع هي الناس ديال الخميسات راني بعت جوج دروج معاهم العيب على عمري بعت شي واحد يعاود شي واحد فيهم في يدي فوق خويا الصوب تاع هي اخويا عزيز اخويا ديال سيدي قاسم كيسوي لك ديما هذاك عزيز راه صاحبي راه بعت له هاد جدعو صدق الله عمرها ظهرو باعو مع شي وجا عيط ليا مسكين عزيز راه الرجوله تحيه ليهم كبير وصغير تحيه للناس اللي خارج الوطن وداخل الوطن وتحيه للدريري الزوين مسكين رجل الله يحفظك نهار هشام راه شويه بان ليا بحال كيقضي عليه رمضان ولكن انا غربت العود وغندير انا وياه مع عيبزه ولكن باقي الفيديو غنخرج لك واحد العوده قول عليا الجمهور عدي المليح فهمتيني عدي المليح غنخرج لك واحد العودة شوفها. هذا رجع له رجع لا عودة هذه ديال البيع الشراء. حتى هي عودة. تبارك الله. ضارة لا؟ ها؟ ضارة لا؟ ضارة إن شاء الله بجاه الله. ضارة ضارة ولا ضارة؟ وقال مولاه ماشي أنا غنفتخر قال مولاه أنا ما قلبتهاش راه والدة جدعة. ياك. قال راها ضارة وراها الكل. العلم لله أخويا سير. وكل شيء يبين لك الحمد لله شوف وري سير سير سير. جمهور. اش داير في أم إسماعيل؟ أخويا على أولى في الجمهور. أتعال أتعال المدي غاتجي قعد لي عتم. شير. آه. على أولى في الجمهور. تبارك الله عاودة زينة أخويا إسماعيل. كاين الزين كاين العلو عبر عبر. مشي أخويا إسماعيل أنا مزوج مشي. غنمشي غنمشي لك شي مشية لي. سير. تبارك الله. كاين العلو اخو اسماعيل كاين اخو العلو بزاف راه ماشي علو ماشي متر و 84 فيها علو ما فيهاش وريقات لا لا ما كاين لا اوراق لا ولكن الزين كاين الجمال انا قليل قليل ما كندير بها الاوراق ياك كنشتري مليح انت عزيزك الزين اه كنشتري مليح وشنو عندها جدع ولا جدعه؟ والده جدعه جدعه دابا باغي تبيع دابا انت هي وجدع بجوج لا نبيع كل شيء اش بغيت ندير انا في جدعه نبيع الطاره والعماره الطاره والعماره جدعه وامها شاطوك اخويا؟ خويا كانوا عاطيني فيها 3 مليون و40 انا كي راه بنت سير اضرب المهدي غتجي ضربها على العود غتجي سير لا منو كت برقية اخوان جدعة برقية اصل كاين الزين عودة برقية عندها جدعة وضارة مع شترا خويا داك العود اللي كان دخل واحد العام الخميسات الفريزو اللي دا مصطفى كمال العود دا مرا خوه بنت شو بنت راه كاين الزين وكاين الجامع راه هي غتجي بنت شو طالع زرق لا؟ جا بنت زرق اللهم بارك اخويا هي غتجي عاد تاخر لورا البنت خويا الله يبارك اخويا لا كاين الزين كاين الجمال تجي شوف الله يبارك اخويا الله يبارك الله يسخر لك اخويا اسماعيل هادشي اللي كاين الله يسخر اخويا شكرا بزاف اخويا تولعتينا سمحوا لينا هادشي ماشي حق في وجوهكم بغيناكم تسالوا عندنا اكثر لا 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 مرحبا لا اخويا لا تسالوا عندنا اكثر عزاز ماشي شحال البنيه غتسبعها ديالها سير دخلها اخويا اسماعيل دخلها ايوا الحاضر هو هذا اخويا اخوان اللي بغى شي حاجه مرحبا اخويا اسماعيل النمر ديالك اخويا 06 زيد 55 زيد 46 زيد 23 68 فيها الواتساب فيها المكالمه فيها خدامه كلشي 24 ساعه على 24 ساعه